عايزين ده دلوقتي للشقه. الحكم ده صادر ضد مالك العقار لانه كان طرد مستاجر قديم عن طريق طبعا اعلان امريكاني وكده، وطردوا من الشقه لانهم كانوا في السعوديه، وخد الشقه واجرها لناس ثانيه اللي هو الزوج والزوجه، والزوجه اصدرت قرار تمكين. في الحاله ديت المنازعه ديت هتمشي ازاي؟ هما الاثنين مش مختصمين في الحكم دوت. هما الاثنين اللي حايزينه، الزوجه معاها قرار تمكين. ايهما صاحب التنفيذ؟ يعني انت عايز تقول ان كان في نزاع سابق على العين قبل ما يخشوا الاثنين؟ قبل ما يخشوا هما بقالهم 5 سنين ساكنين في العين وعايزين ليها. هنا هيبقى منازعة الحيازة لاحقة على الحكم ده، صح؟ وبالتالي لا، دي منازعة جديدة ظهرت، خلاص أي سندات سابقة انتهت، لأن منازعة الحيازة هي منازعة لاحقة، وبالتالي القرار هيبقى قائم، مش هيسري الحكم ده في موريته، لأن المنازعة هنا منازعة جديدة، لأن أنا النهاردة افرض أنا واخد حكم من كذا سنة وما نفذتوش على العين. هو فعلا لو كان مصدر حكم من 2016 والزوجة صدر لها قرار تمكين في آخر 2016، يعني في مشكلة حصلت ما مش عارفين إيه هي، لقينا الشخص ده ظهر فجأة وقال أنا جاي نفذ. هي في النهاية طبعا لما بيحصل ده، يعني دي بقى من المشاكل العملية اللي مش هتلاقي حلولها في الكتاب. دي هتلاقي حلولها ايه؟ عند مين بقى في الحالة دي؟ عند مدير إدارة التنفيذ. يعني حتى الحالة مثلا زي اللي بيتكلم فيها الأستاذ محمد وكده، كل الحالات دي في النهاية بقت فيها مشاكل تنفيذي، فإما تتحط كمشكلة عند مدير إدارة التنفيذ باعتبارها عقبة من عقبات التنفيذ، يعني الحكم ده هيبقى عقبة التنفيذ. أنا رايح أنفذ قرار الحيازة فطلعوا لي بعقبة التنفيذ إن في حكم على الحيازة. مين اللي هيفصل في العقبة بتاعة التنفيذ دي؟ مدير إدارة التنفيذ أو خصومة التنفيذ قدام إدارة التنفيذ. أخيرا فاضل حاجة مهمة، مهمة جدا، ودي من أخطر الحاجات ولازم ننتبه لها. القرار الصادر بالحيازة لا يمكن وقف تنفيذه عن طريق الإشكال. دي مسألة مهمة جدا 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 جدا. هحاول أنجز بسرعة عشان الحر خلاص واضح إن الطعم بهبط التكييفات معاه. في اختلافات يا أستاذ لأن قرار الحيازة أقل وأدنى من حكم هي مش فيها اختلافات. لو فيها آراء. ما أنا بقول لك لو إحنا هنتكلم رأي ورأيك ورأينا أغلب اللي في القاعة، أعتقد أنا شخصيا أرى إن ده كلام فارغ وده كلام ينبغي إنه يكون محل طعن. وده كلام لازم يفصل فيه بالقانون، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها سند تنفيذي، وخاصة إن فرص التحايل في المسألة دي أعلى وأكبر وأعمق من الأحكام اللي بتعمل عليها إشكالات. أنا معاك يعني، لكن هتكلم على الواقع العملي لا انسى. قرار لا يوقفه شيء إلا قاضي اللي هينظر التظلم إن حضرتك تطلب منه وقف تنفيذ القرار فيقفوه. فيما عدا ذلك مفيش حاجه بتوقف تنفيذه على الاطلاق. معلش انا اسف، دلوقتي حضرتك لو الزوجه خدت حكم من المحكمه بنفقه المسكن بتاعها. وبعد 6 شهور خدت تمكين المسكن، هل ده يعارض مع ده ولا الاثنين متوازيين مع بعض؟ تعارض، ولكنه تعارض حق وليس تعارض حيازه. حق. تعارض حق بمعنى ايه؟ انه هيستوجب انها تقيم الدعوه او التظلم او 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 انه صاحب الشان يعني من القرار وياخد دي بقى ياخد الحكم الصادر ليها بكده تمام لاجل الناس او ذلك عشان يلغوا القرار، لكن مش مجرد صدور الحكم ده هيوقف او هيعطل تنفيذ القرار. طيب يبقى اتكلمنا تماما عن منازعات مسكن الزوجيه، تعالوا بقى نتكلم عن منازعات مسكن ايه؟ حضانه. ودايما نفتكر زي ما بيقول مش ناخدها كده مسكن الزوجيه هو مسكن الحضانه واللي بيحصل هنا، لا. مسكن الزوجيه قلنا ينفع الزوج والزوجه بس وما فيش صغار، وينفع لو في صغار طبعا لغايه ما الطلاق الراجعي يحصل. حصل طلاق وراجعي طول العده لسه اسمه مسكن زوجيه. حصل طلاق وباين انتهت فكره مسكن الزوجيه ولو الزوجه ما عندهاش اولاد للاسف بتطرد في الشارع، ودي من عيوب القانون. وعلى فكره بقى من ضمن الحاجات، مش تحريض للستات على الرجاله، بس من ضمن الشروط التي يجوز ان توضع في وثيقه الزواج حق الزوجه في الاحتفاظ بمسكن الزوجيه في حالتي الطلاق او الوفاه. يعني لو حد من الاول عايز يحتاط لبنته، لا ده مش تحدى، ده موجوده في نص شرط قابل للتنفيذ الشرعي يجوز يا فندم، وليس مخالف للشرع. خالص محمد، طب نسمع بعض يا جماعه.
فضل محمد. نسمع بس محمد فضل. فضل يا فضل. اه. نفرق بين حاجتين يا استاذ محمد، نفرق بين الواقع والقانون. فيما يتعلق بالقانون لا ده يجوز، وفعلا قرار وزير العدل بينظم شروط وصفه الزوجيه من ضمن الشروط المثاليه او اللي بتبدا كامثله ومحطوطه في الوثيقه، حق الزوجه في الاحتفاظ بمسكن الزوجيه في حاله الطلاق او الوفاه. فمن ناحيه القانون محسومه في انه يجوز. من ناحيه الواقع انا مش معاك ومش معاك، بمعنى ايه؟ ان انفصام عرى الزوجيه يجعل مبرر احتفاظ الزوجه بمسكن الزوجيه مساله مخالفه للفكر والواقع. لكن في حالات معينه مسكن الزوجيه ده احد الحقوق الماليه المشتركه بين الطرفين، يعني ده حق مالي. ما هو ده جزء من الحقوق اللي هي لو من البدايه مشتركه ده حق من حقوقها الماليه، يعني لو هي من البدايه مشتركه زيه زي بقيه الحقوق الماليه. طب افرض مش مشتركه، انا في رايي ان يفتح المساحه للقاضي بحسب ظروف الحال، بمعنى انه يبقى جزء من التعويض المرتبط بالمتعه التعويض عن المسكن سواء باجر ثابت او غير ثابت. يعني برضو انا بشوف ان واحد اتجوز واحده وعاشت معاه وصلت لسن مثلا 60 و65 او 70 سنه ثم بعد كده اتطلقت وما لهاش اهل، ففكره انه تقعد في الشارع برضو فكره يعباها الشرع والمجتمع. فعشان كده انا في رايي ان في مثل هذه المسائل انا افتح مساحه للقاضي انه يكون من ضمن عناصر التعويض او المتعه حقها في انها تاخد عوض عن مسكن الزوجيه، سواء العوض ده جوع لمره واحده او العوض ده شهر. لكن انا يعني هي مساله حملت قوي في الفكر والراي والفقه، لكن في القانون محسومه يجوز انه يشترط في وثيقه الزواج ان الزوجه تحتفظ بمسكن الزوجيه في حاله الطلاق او الوفاه. يختلف مع حكم المحكمه الدستوريه ان حق الزوج المطلق ان يختلفش عن شو؟ لا ما يختلفش بمعنى هو النهارده احنا اتفقنا القانون ده فيه قواعد امنه وقواعد مكمله. القانون بيقول هنحتكم للقانون لما نتعاقدش، لكن تعاقدنا واتفقنا ما تقوليش قانون المحكمه الدستوريه، طالما الاتفاق بتاعنا ده لا يخالف الشرع تمام ولا يخالف قاعده امنه، فده اتفاق لا يخالف الشرع ولا يخالف قاعده. عشان بس الحر بقى والوقت معلش هنجري بقى بسرعه في الجزء الثاني اللي هو متعلق بمنازعات مسكن الحضانه. قلنا ان هو يبقى اسمه مسكن حضانه لما وقع طلاق بائن وفيه صغار. يبقى اول حاجه هي بتقول لي ده اسمه مسكن حضانه. الحاجه الثانيه ان القانون عبر عنه بمسكن الزوجيه لكن هو في حياته مسكن ايه؟ حضانه. ومسكن الحضانه هو اللي كان مسكن الزوجيه لغايه ايه؟ وقوع النزاع. يبقى لا مش بعد النزاع هنا بقى لغايه وقوع الطلاق. شوفوا هنا الفرق بقى، مسكن الزوجيه يبقى اسمه مسكن الزوجيه اللي هو المسكن اللي عايشين فيه وقت النزاع حتى لو كانوا لسه عايشين في اماكن اخرى قبل من غير الزواج. لكن مسكن الزوجيه اللي كان اسمه مسكن الزوجيه لغايه لحظه الطلاق هو ده اللي هيبقى اسمه ايه؟ مسكن حضانه. تمام؟ وهنا ما فيش الماده 44 مكرر وما فيش قانون مرافعات. ليه؟ ليه بقى ما فيش قانون مرافعات؟ لان احنا لما نرجع لما صدر قانون الاسره قال لك فيما لم يرد به نص في قانون الاسره يرجع لقانون المرافعات. فلما جينا في مسكن الزوجيه ما لقيناش نص رحنا لقانون ايه؟ المرافعات. لكن هنيجي لمسكن الحضانه لا هنا في نص الماده 18 مقرر من القانون 25 سنه 29 بالتعديلات اللي دخلت لما دخل التعديلات بدات اللي هي في القانون بتاع السنه 78 اللي هو سموه قانون جهاز السادات، ثم تطورت الموضوع اللي هو حصل بقى فين الشقه من حق الزوجه والكلام ده لغايه ما استقرت القاعده على النص الحالي
مسلوبا منه بواسطه المحكمه الدستوريه اللي لسه زميل بيقوله، تمام؟ امرين مهمين جدا. النص الحالي بيقول على الزوج المطلق، على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم. حط هنا بقى 10 خطوط لمين؟ يبقى هنا القانون حمى الحيازه للحيازه الجديره بالامن في الزوجيه، لكن هنا حمى واحده لصفاتها انها ايه؟ حاضنه. يبقى كمان ما بيحميش الزوجه، هو بيحمي مين؟ يعني اذا ممكن يستفيد من النص ده الحاضنه حتى لو ما كانتش هي الام. ام الام. ايا كان هو قال لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فاذا لم يفعل خلال العده يستمروا في شغل مسكن زوجها المؤرخ دون المطلق مده الحضانه. النص قبل ما المحكمه الدستوريه تخش تقصقصه كان بتقول الزوج اللي هيطلق يروح يوفر مسكن مناسب، ومناسب هنا المحكمه قالت انه يماثل مسكن الزوجيه في المستوى والمكان و ويروح خلال فتره العده يقول لهم اتفضلوا قالوا مسكن سيبولي مسكن الزوجيه. اذا ما عملش كده النص بيقول خلال فتره العده لو المكان ده مؤجر خلاص مش من حقه يعمل كده تاني. جت المحكمه الدستوريه سنه 96 وحكمت بعدم الدستوريه النص ده في حاجتين. الحاجه الاولى ان النص بيقول ولو كان هم عندهم مال يكفي لسكنهم او لو كانت الحاضنه عندها مسكن تسكن فيه. النص المحكمه الدستوريه قالت لا، لو عندهم الصغار مال يكفي لسكنهم او الحاضنه عندها مسكن تشغله مش من حقها احتفاظ بمسكن الزوجيه ومش لازم الزوج يوفر. الحاجه الثانيه انه قال لو المكان متاجر لازم يوفر خلال فتره ايه؟ العده. المحكمه الدستوريه قالت ليه القيد ده؟ يوفر في اي وقت المؤجر زي التمليك، ايه الفرق بين المؤجر والتمليك؟ من حقه في اي وقت يوفر مسكن بديل وفي الحاله دي تمام؟ يقول لهم تعالوا اتفضلوا ويروح يرفع دعوه في المحكمه انا عندي مسكن بديل. يبقى عرفنا انه النهارده النيابه لو جات لها منازعه مسكن حضانه بقى بتأيدها في الدفتر بتاع منازعات مسكن الحضانه، بتبحثها هنا، بتبحث ان ده كان مسكن زوجيه وقت الطلاق ولا مش مسكن زوجيه وقت الطلاق. بتبحث صفه الحضانه ودي حاضنه ولا مش حاضنه، والصغار في سن الحضانه ولا مش في سن الحضانه اللي هو 15 سنه. توفرت الكلام دوت هنا النيابه العامه برضه بعد ما تحقق العوامل المشتركه بقى اللي لازم يحققها مدير النيابه، لازم القرار يصدر من المحامي العام وهكذا. هنا النيابه بقى بعد ما بتحققها وبيطلع القرار، هنا النيابه لو كان الحاضنه هي الزوجه هنا بقى يصدر قرار، يعني الام اسف خلاص ما بقتش زوجه، هنا تصدر القرار بالتمكين ايه؟ منفرد. وده اهم من اهم الفروق اللي قلنا عليها في مسكن الزوجيه، النيابه لو الزوجيه قائمه لا تملك انها تمكن الزوجه منفرده من العين، انما في حاله الحضانه بتمكنها منفرده وتمنع تعرض الزوج وتمنع تعرض الغير ليها في الحضانه في مسكن الحضانه. طيب السؤال بقى التظلم من القرار، هنا بقى النقطه اللي محل خلاف. التظلم من القرار ده الاول، هل لا يجوز زي القرار الثاني ان ما تظلمش الى النيابه العامه الجهه الاعلى لوزاره القرار يعني تظلم من النائب العام؟ لا يجوز. وده وارد في تعليمات النيابه العامه اللي انا هوزعها عليكم، انه يجوز التظلم من القرار الى الجهه الاعلى اللي هي النائب العام، ويجوز ان هي تعدل عن القرار ويجوز ان هي تسحب القرار. طيب قدام القاضي بقى، هل يجوز؟ الراي الراجح انه لا يجوز. للاسف بتروح، للاسف في تظلمات بتحصل قدام القاضي وبيقبلها وبيلغي القرارات او بايضا ما بيحكمش عدم اختصاصه، وفي قضاة فاهمين يحكم عدم اختصاصه ويحيل لمحكمه الاسره. لكن لما نيجي نتكلم قانون صح هو قولا واحدا اختصاص. ليه؟ القانون واحد لسنه 2000 لما جاب عدد من الاختصاصات وحطها للمحكمه الجزئيه، وجاب عدد من الاختصاصات وحطها للمحكمه الابتدائيه، واختص المحكمه الابتدائيه بكافه منازعات الاحوال الشخصيه. ثم جه في القانون 10/2004 وخد دي ودي وعملها لمحكمه الاسره، وادى اختصاص قاضي الامور الوقتيه لرئيس محكمه الاسره. طيب يبقى اذا المنازعه دي السؤال الاول، منازعه مسكن الحضانه منازعه احوال شخصيه ولا مش احوال شخصيه؟ كويس قوي، يبقى قولا واحدا من اختصاص محكمه الاسره. الحاجه الثانيه التظلم المنصوص عليه في الماده 44
مش التظلم ده طريق محدد قصر على قرار الحيازة الصادر بشأن المادة 44؟ طيب قرار النيابة اللي هنا تمام؟ مش هيصدر بناء على المادة 44، هيصدر بناء على المادة ايه؟ 18. ولا يجوز لوكيل النيابة المدير من يصدره بناء على المادة 44، وبالتالي لا يصح طريق التظلم المرسوم للمادة 44، يبقى هو طريق التظلم المرسوم للمادة 18. وبالتالي الراجح ان التظلم منه يكون نتظلم من النائب العام تمام؟ او النائب العام المسؤول عن شؤون الاسرة او المحامي العام الاول شؤون الاسرة، او تتظلم الى قاضي او الى محكمة الاسرة. بعد ما نعمل تظلمين في نفس الوقت؟ طب سؤال اسئله ينفع؟ سؤال اسئله نعم. في حاله طلاق واستبدال الزوج حد يستبدل فتره العلم يقدم الطلب للنيابه ولا يرفع دعوه؟ لا يرفع. 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 محمود والزملاء يعني نمررها كده ان الاستاذ مصطفى يوزع قدام واحنا نوزع ورا. انا هدفي بس المره دي مش عايزين نوزع المادة العلميه على المنصه عشان في خطا عايزكم تصححوه، فنلوحها كده نوزعها. اللي هياخدها هيبقى عند الصفحه ثانيا المنازعات الحيازه المتعلقه بحيازه مسكن القضيه. مين اللي كان هيسأل؟ كان ليه اتفضل بنروح يا جماعه عشان لسه احنا شغالين. اتفضل. الزوجة قاعدة مع الاخوات. الزوجة قاعدة؟ الزوجة قاعدة مع الاخوات. المسكن الزوجية عبارة عن مسكن الزوجيه في مفهوم منازعه الحيازه هو الجزء اللي بتشتغل في مسكن زوجية حتى لو كان جزء من شقه فيها مفهوم. عشان كده النيابه بتحط الجزء ده، عشان كده لو صدر شويه تمكين عشان كان زميل بيسال المفروض ما يبقاش متضمن الا جزء المسمى مسكن زوجيه. مبدئيا قبل هنفتح على الصفحه مكتوب ثانيا المنازعات المتعلقه بمسكن بحيازه مسكن الحضاره. ماشي الصفحه مكتوب ثانيا المنازعات المتعلقه بحيازه مسكن الحضاره. هنكتب كده على الهامش اللي انا هقوله. هنفتح الصفحه دي عشان نصحح الاخطاء اللي فيها بس، لان هو الجزء ده زي ما انا كاتب في بدايته الماده العلميه دي مستخرجه من تعليمات النيابه العامه، فللاسف وانا براجعها الصبح تنبهت ان النيابه العامه في تعليماتها منزله التعليمات على قديمه، رغم ان من سنه 6 يعني التعليمات دي اللي نازله سنه 2000 خلاص سنه 2004 وما راعتش حاجات اتعدلت في القانون. ما انا هقولها يعني انت افتح بس الصفحه اللي مكتوب ثانيا المنازعات المتعلقه بحيازه مسكن الحضاره. نص الملزمه بالظبط. في نص الملزمه بالظبط. ثانيا المنازعات المتعلقه بحيازه مسكن الحضاره. ماشي؟ هنكتب بقى في الهامش، يعني احنا نكتب بقى لنفسنا عشان نفتكر، نلاحظ حكم المحكمة الدستورية. حكم المحكمة الدستورية من الأول تاني لاحظ، أقول اكتب لاحظ في الصفحة اللي هي بتاعت المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضارة اللي فيها نص المادة 18 مكرر. هنقول لاحظ حكم المحكمة الدستورية على المادة بشأن المادة 18 مكرر ثالثا. لاحظ حكم 96 المحكمة الدستورية أيوة بشأن المادة 18 مكرر ثالثا. 18 مكرر ثالثا
قانون 25 سنة 29 في الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية سنة 8 قضائية دستورية الصادر في 6/1/96 بعدم دستورية النص فيما تضمنه من وجوب تهيئة الزوج للمسكن ولو كان للصغار مال حاضر أو للحاضنة مسكن ولو كان للصغار مال حاضر أو للحاضنة مسكن وفيما تضمنه من تقييد المطلق بشأن إعداد بديل لمسكن الزوجية المؤجر ووجوب أن يكون ذلك خلال مدة العدة بمعنى زي ما أنا قلت إنه قال حتى ما فيش حاجة اسمها لو عندهم مال أو لو هي عندها مسكن لازم يوفر لها مسكن لا خلاص كده إيه مش لازم يوفر لها مسكن وحته انه لو المكان مؤجل لازم يوفر مسكن بديل في فتره العده قال لا مش لازم فتره العده مسكن الزوجيه ايه مسكن الزوجيه المؤجر المؤجر النص بيقول يا جماعه لو المكان متأجر لازم يهيئ المسكن البديل خلال مده العده لو ما عملش في العده خلاص ما يقدرش يجيب مسكن بديل المحكمه الدستوريه العليا قالت لا يجيب المسكن البديل في اي وقت حتى لو العده خلصت الغلطة الثانية في نفس الصفحة هتلاقوا في السطر 1 2 3 4 5 السادس من تحت وأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ سن الصغيرة سنتين 10 سنة الكلام ده غلط طبعا وتغير ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة فبرضه نصلح دي سن مش العاشرة ولا لا سن 15 سنة الصغيرة حتى سن الزواج ايه؟ لا سن الحضانة للصغيرة او الصغيرة خلاص الواحد دلوقتي 15 سنة ده من زمان اخر سطر يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي لا برضه لان القانون الصادر من شأن حاكم الأسرة خلى كل الحسابات بالتقويم الميلادي فبرضه يحتسب سن الحضانة يشتغل بالتقويم الهجري ويشتغل بخدمة وليس يحتسب سن الحضانة بالتقويم الميلادي على طول أنا